السؤال الثالث شابتر 3 اللي هو الفيكتورز بيقول اف الفي اكس 9.8 يونتس والفي واي ماينس 6.4 يونتس ديترمين ذا ماجنيتيود اند دايركشن. سؤال مباشر بيقول لي الفي اكس 9.8 والفي واي ماينس 6.4 ونحاول نرسم كأنها تو سكيل علشان نحس بالنتائج. وهد الزاوية ثيتا طبعا هتكون دي اللي هي ده في الربع الرابع وبالتالي تبقى 360 ناقص الزاوية اللي هنا. طب احنا اتفقنا الماجنيتيود بيساوي ايه؟ لو سمينا ده في زي ما هو طلب هيبقى في اكس سكويرد زائد في واي سكوير، يعني هتبقى الجذر التربيعي ليه 9.8 الكل تربيع زائد، طبعا السالب مش هتفرق كل تربيع وبالتالي بتساوي 9.8 تربيع مع 6.4 تربيع وناخد الجذر ليها جذر الأنصر طلعت 11.7 يونتس. يبقى كده جبنا الماجنتيود اللي هو مديني الار اكس جاهزه والار واي الفي اكس والفي واي جاهزين. طيب بالنسبه للزاويه احنا متفقين دي في الربع دي في الربع الرابع وبالتالي 360 درجه ناقص تان انفرس للواي على الاكس بدون ما نحط اي اشارات. فقلت 360 ناقص شيفت تان سكس بوينت فور تقسيم 9.8 طلعت الزاوية 327 درجة مقاسة من الاتجاه الموجب لمحور الاكس، يعني اللفة دي كلها بتساوي 327. كان ممكن حد يقول هي ماينس يعني يقسم 6.4 تقسيم 9.8 ويقول شيفت تان طلعت ماينس 33 اور، يعني ممكن نكتب كده اور ماينس 33 درجة. طب ايه السر في الإشارة الماينس؟ لأن مع عقارب الساعة كده القياس سالب عكس عقارب الساعة قياس موجب والاتنين يتقاسوا من البوزيتيف اكس اكسس من هنا، اذا مشيت كده يبقى بوزيتيف اذا مشيت كده يبقى نيجاتيف.